مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من ارضيه هذا الميدان عاصمه الميادين ومن اشواط الانتاج والمنتجين. نصل بكم الى انطلاقه شوطنا الرابع عشر للجعدان الثنايا المهجنات الاصائل في تعداد هذه الاشواط في شوط الانتاج وشوط المنتجين. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط الى حطاط، من ياتي مع المقدم لسالم بن سعيد بن سعيد المنصوري يتقدم مباشرة مع الصدارة. ثاني المراكز ياتي مع المركز الثاني يدهم راشد بن عبد الله بن محمد. هناك ادهم راشد بن عبد الله بن محمد برفيعه من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل مرفوق منصور بن سيف بن عفصان الخيلي من يقدم هذا الاسم. انتقل مباشرة الى المركز الرابع اللي تقدم في هذه اللحظات مرسال راشد بن سالم بن راشد السعدي. المركز الخامس وصول مع المركز الخامس وقدوم من النصر سهيل بن احمد بن حوته العامري من يحتل المركز الخامس. المركز السادس مكلف عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي من يتقدم مباشرة ويقدم لنا مكلف مع المركز السادس. المركز السابع يصل وينطلق مزعل سيف بن ماجد بن طماش المنصوري من ياتي مع المركز المرتبة السابعة في سابع المراكز. المركز الثامن وصل هنا مكلف عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري من يقدم لنا هذه الاسم لمكلف مع المركز الثامن. تاسع المراكز، المركز التاسع الوسمي سعيد بن حمود بن زعلوب الدرعي يقدم لنا الوسمي. اما اللي في المركز العاشر وختام نداءنا الاول جزيل سيف بن عبد الله بن براك الظاهري. هكذا النتيجه، هكذا النداء الاول لشوط القعدان المهجنات الاصايل للانتاج والمنتجين. نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول مرسال يبي يرسل ناموس الانتاج للسعدي مالك راشد بن سالم بن راشد السعدي في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مسيطر مع البداية. يا سلام مرسال، تعود ملكية راشد بن سالم بن راشد السعدي. المركز الثاني من ياتي حطاب سالم بن سعيد المنصوري يقدم لنا حطاب مع المركز الثاني. مكلف مع المركز الثالث، تعود ملكية عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي من يقدم هذا الاسم. رابع المراكز مزعل سيف بن ماجد بن طماش المنصوري يتقدم مباشرة ويقدم لنا مزعل بن ذيبان عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم مكلف يحتل المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس النصر سهيل بن احمد بن حوته العامري يتقدم الوسمي. سعيد بن حمود بن زعلوب الدرعي يقدم هذا الاسم يغير مباشرة ويحتل المركز السادس. المركز السابع ياتينا هنا وليف او مكلف عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي يقدم هذا الاسم. وصول وقدوم من النصر سعيد بن احمد بن حوته العامري. ومن الجانب الاخر وصل الواصل، اول اذاعه للواصل لغانم بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا الواصل. القادم الواصل ادهم راشد بن عبد الله بن محمد بن رفيعه من يتقدم بهذا التقدم الممتاز. هكذا النتيجه، هكذا المسار، هكذا الانطلاق لشوط الانتاج لشوط المنتجين في هذا المسار. نعود الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى الصدارة في البداية الاولى مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول ما زال المسيطر حطاب مع البداية سالم بن سعيد المنصوري. في مقدمة هذا الشوط
مع المركز الأول، ما زال مسيطر بهذا التقدم. هناك اللي هو حطاب سالم بن سعيد المنصوري ثاني المراكز. هنا يأتي مرسال راشد بن سالم بن راشد السعدي المركز الثالث، مكلف عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري المركز الرابع، رابع المراكز مزعل سيف بن ماجد بن طماش المنصوري يتقدم مباشرة بهذا التقدم الممتاز. المركز الخامس يأتي الوسمي سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم مباشرة ويحتل المركز الخامس. المركز السادس مكلف عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، باحث عن ناموس الانتاج، باحث عن الفوز والانتصار، من يقدم لنا مكلف ويأتي مباشرة، مكلف بمهمة الشوط في شوط المنتجين في شوط الانتاج، يأتي مع المركز السادس. المركز السابع الواصل غانم بن علي بن حمودة الظاهري السلام ثامن المراكز، نتأخر ونشوف اللي في المركز الثامن من اللي تقدم من اللي وصل. أغزيلان وأول ذاع لراعي العوية بدأ يتقدم علي بن محمد على العوية العامري، من يقدم لنا أغزيلان مع المركز الثامن. المركز التاسع ينطلق مباشرة النجم إسحيل بن دليل بن صقوح العامري السلام، أول ذاع لهذا الشعار يتقدم مشاهدين الكرام. الوصول القدوم في هذه اللحظات جزيل سيف بن عبد الله بن براك الظاهري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، هكذا النداء مشاهدين الكرام لشوط المنتجين لشوط الانتاج للجعدان المهجنات الأصائل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. حطاب 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 على الصدارة يأتي مع المقدمة. سالم بن سعيد المنصوري، المنصوري باحث عن انتصار وفوز الانتاج في شوط المنتجين، يتقدم مكلف بن ذيبان العامري، يقدم لنا مكلف عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري السلام، من بدأ يتقدم ويغير مباشرة مكلف يحتل المركز الثاني. المركز الثالث مرسال راشد بن سالم بن راشد السعدي يقدم مرسال. المركز الرابع وصل وتقدم وانطلق، هنا يأتي مشكور سالم بن رملي وصل في هذه اللحظات يا سلام بتقدم ممتاز. مزعل سيف بن ماجد بن طماش المنصوري من يقدم، هذا الاسم الواصل بن حمود يتقدم مباشرة. الكل تقدم، الكل انطلق، يأتي الوسم سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي. لمن الشوط؟ لمن؟ لمن الفوز والانتصار والإبداع. وهناك أيضا مكلف عبد الله بن محمد بن محيروم المحرم، يا سلام الأسامي تقدمت. أقدمنا وقبلنا إلى جسر العبور 3 كيلومتر ما تبقى عن خط النهاية، وهناك أيضا من ينطلق مباشرة من الجانب الآخر، يأتي ويتقدم بهذا التقدم الممتاز بهذا الوصول. غزيلان علي بن محمد رعى العوية العامري بدأ يشوف هنا يهجم بالخطر ويقدم هذا الاسم. الوصول والقدوم من جزيل سيف بن عبد الله بن براك الظاهري، أسامي تقدمت. هنا مزعل سيف بن ماجد بن طماش المنصوري، الكل قادم الكل واصل من أجل الفوز والناموس. نعود إلى المقدمة، غادرنا جسر العبور ومقدمة الشوط. حطاب سالم بن سعيد المنصوري من يقدم هذا الاسم الواصل المنطلق. زيلان أغزيلان أغزيلان راعي العوية، راعي العوية يا سلام. علي بن محمد راعي العوية العامري يبي السلام لمصانع الجنوب، يبي السلام، عودهم هذا الشعار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع الإبداع بالفعل في المقدمة. أغزيلان علي بن محمد راعي العوية العامري، من يقدم أغزيلان؟ 2 كيلو ونصف الكيلو يا سلام. المركز الثاني مرسال راشد بن سالم بن راشد السعدي، المركز الثالث حطاب سالم بن سعيد المنصوري، المركز الرابع الواصل غانم بن علي بن حمود الظاهري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، القادم الواصل ويأتي اللي هو جزيل سيف بن عبد الله بن براك الظاهري. هناك القدوم والوصول ويأتي مكلف عبيد بن حليس بن ذيبان العامري، ينطلق مباشرة ويأتينا الوسم سعيد بن حميد بن ثعلوب الدرعي. الشوط لمن؟ الشوط لمن؟ يهل الجعدان الثنايا، يهل الجعدان المهجنات، يهل الانتاج والمنتجين. وين راعي العوية؟ هنا مع المقدمة الحالة مع الصدارة الغزيلان
يا سلامي عليك يا غزيلان، 2 كيلو ما تبقى عن غزيلان عن خط النهاية وعن ناموس الانتاج والمنتجين ورعى العوية في مقدمة الشهود. يا بالسلام لمصانع الجنوب، عودهم هذا الشعار، عودهم رعى العوية في مقدمة الشهود. مع المركز الأول تعود الملكية لغزيلان علي بن محمد راعي العوية العامري في مقدمة هذا الشهود. مرسال راشد بن سالم بن راشد السعدي. المركز الثالث ينطلق حطام سالم بن سعيد المنصوري الواصل، يتقدم الواصل. تعود الملكية مجاهدين الكرام، ومن يقدم لنا في هذا الشهود الواصل غانم بن علي بن حمود الظاهري، ينطلق جسيس بن عبد الله بن براك الظاهري الوصول القديم. يا سلام، حذاري وحذاري من ادهم، وصلكم برفيع راشد بن عبد الله بن محمد يصل ويتقدم برفيع لناموس هذا الشهود، لناموس الانتاج والابداع. يا سلام، ولكن وين غزيلان القادم الواصل والمنطلق في هذه اللحظات؟ نجد وصل بدليل سعيل، بدليل بن صقوح، اسامي تقدمت يا اخوان. نمداهم خميس بن خليفه، بن خميس الخيلي يقدم هذا الاسم، وغزيلان مع الصداره، غزيلان يحفظها الرحمن الى خط النهايه. يبي الناموس الراعي العوية، يبي الفوز والانتصار، اسم تاريخي، اسم سجل احرف من ذهب. يا سلام، المركز الثاني ادهم راشد بن عبد الله بن محمد برفيعه. يا سلام، المركز الثالث من ياتي مشاهدينا الكرام، هناك اللي هو نجد سيل بن كليله، ولكن راعي العوية، راعي العوية، راعي العوية بالفعل مع المقدمه والبدايه والصداره والمركز الاول. مصانع الجنوب، مصانع الجنوب، اشكرك يا راعي غزيلان، اشكرك يا راعي غزيلان، ويحفظها الرحمن الى خط النهايه. يبي الناموس لاهل لوقن، اهل لوقن يستاهلون، يستاهلون اهل لوقن، اهل حمران، عودهم، عودهم مع الفوز، عودهم مع الانتصار. يا سلام يا غزيلان، غزيلان، غزيلان مع مقدمة الشهود. المركز الثاني من ياتي مشاهدين الكرام، هناك نجسيل بن الدولة قادم بكل قوة، وايضا اللي هو سليماني بن سرداح بن عبيد الكتب راشد بن سرداح بن عبيد الكتب سليماني اول الاعلى، وايضا هناك اللي قادم المشوق محمد بن سعيد بن عويل العامري. يا هي سامي، ولكن غزيلان، غزيلان نقول هالحمران، هالحمران، هالحمران لا تقول له شيء. وصل غزيلان ساحة الأمان بالفعل، ساحة الأمان، تهانينا والناموس نهديها لك يا راعي العوية، واسعد الله صباحك. ها هو الانتاج الطيب، انتاجك يا راعي العوية بالفعل، سق الله دارك يا راعي العوية، وسلام غزيلان سلام على الفوز والابداع والانتصار، وسلام حمران سلام على الانتصار. علي بن محمد على العوية العامل المركز الثاني. من وصل مشاهدينا الكرام؟ السليماني راشد بن سرداح بن عبيد الكبير المركز الثالث. الدخول الجماعي نذهب مباشرة للتوقيت الزمني 12:50:46. تهانينا للناموس لمالكة غزيلان علي بن محمد راعي العوية العامري. سلام راعي العوية، سلام، سلام لوقن، سلام، سلام حمران، سلام.